للحديث عن واقع العمال في العراق ودلالات التظاهرات التي خرجت في بغداد وعدد من المحافظات العراقية في يوم العمال العالمي، معنا من عمان عبر سكايب الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، وعبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. نرحب بضيفينا ونبدأ مع دكتور صباح. مرحبا بكم دكتور. ماذا تعني هذه التظاهرات التي خرجت اليوم تطالب بتعديل سلم الرواتب في وقت تقول الحكومة أنها قدمت إنجازات مهمة؟ أين تأثيرات هذه الإنجازات، بل أين هي وتأثيرها على الواقع المعيشي للعامل؟ بداية نحيي الطبقة العاملة العراقية والعالم أجمع بهذه المناسبة العالمية التي يناضل من أجلها العامل لنيل حقوقه وفق الدستور والقانون. حقيقة ما يحصل بالعراق يتمثل بالدرجة الأساسية في أن هناك زيادة كبيرة في الإيرادات النفطية، باعتبار العراق بلدا ريعيا يعتمد بنسبة أكثر من 95% على الإيرادات النفطية في الموازنات المختلفة التشغيلية أو الاستثمارية، ولكن نلاحظ نسب الفقر تزداد، نسب البطالة تزداد، وهذا تناقض غير موجود في دول أخرى. هذا يشكل إنه خطورة كبيرة جدا مستقبلية في حالة ما إذا حصل أن أي انخفاض بإيرادات النفط سيؤدي ذلك إلى أزمة مالية خطيرة، قد تؤدي إلى عدم تمكن الحكومة من الإيفاء بمرتباتها لعدد يتجاوز 4.5 مليون موظف، إضافة إلى 2.5 مليون من المتقاعدين وذوي الاحتياجات الاجتماعية وعمليات الدعم. هذا يشكل حقيقة ضغطا كبيرا جدا على تخصيصات الموازنة، ونلاحظ في مسودة موازنة 2023 نلاحظ أن 75% من الموازنة هي موازنة تشغيلية، وهذا يشكل خطورة كبيرة جدا مع وجود عجز يقدر بحدود حوالي 64 تريليون دينار عراقي، أي ما يقارب 49 مليار. لذلك نلاحظ الحكومة لا تمتلك الإمكانية في إيجاد مواقع عمل جديدة للاستثمار وامتصاص قوى البطالة المحتجة حاليا في مثل هذه المناسبة، إضافة إلى عدم تمكنها من تحسين الوظائف أو المرتبات، خصوصا ذوي الدخل المحدود في المرتبات التي لا تتناسب مع غلاء المعيشة الذي ارتفع خصوصا في السنتين الماضيتين، وحاليا تزداد بشكل أكبر ودون الاكتراث حقيقة بوجود برنامج حقيقي من قبل الحكومة. دكتور صباح، اسمح لنا أن نشارك دكتور هلال معنا في هذه النقطة. دكتور هلال، استمعت إلى ما قاله دكتور صباح، كيف تحول العراق من بلد كان يمتلك آلاف المصانع كانت تكفي، وكان كانت حاجة العراق من كثير من المنتجات تؤمن ذاتيا، كيف تحول العراق إلى بلد مستهلك تماما، لا يصنع أي شيء، كل شيء يدخل العراق مستورد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولدكتور صباح ولمستمعي قناة الرافدين، ونهني العالم كله والعامل الطبقة العاملة التي هي الطبقة التي تقدم جهدا لخدمة المجتمع مناسبة عيد العمال، ونحن أمة وكل عمله. ولكن للأسف الشديد ما حصل في العراق كما تفضل الدكتور صباح مشكورا، أن هناك سياسة متبعة لتدمير عرى الاقتصاد العراقي الذي أصبح يعتمد بشكل كامل على واردات النفط التي لا تذهب في مكاناتها المخصصة، والتي يجب أن تستثمر كل هذه الموارد لتنمية المجتمع وتنمية موارده وتنمية الصناعة المحلية التي لها حقيقة جانبين مهمين. الجانب الأول هو توفير الحاجات الأساسية من البلد، والجزء الأهم هو تشغيل الطاقات العراقية والخريجين
للاستثمار في هذا البلد، والتنمية الاجتماعية تتقدم على التنمية الاقتصادية، لأنه هذه الخيرات هي خيرات هذا البلد وخيرات هذا الشعب. ولكن للأسف الشديد نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتلت العراق أول جزء عملت على تهديمه هو الجانب الاقتصادي الصناعي في العراق، وأوقفت كل هذه المصانع، بل أوقفت حتى المصانع النفطية أو الإنتاج المنتجات النفطية في العراق، وساهمت في تدميرها لكي نستورد من الخارج، ويصبح العراق بلد حقيقة مستهلك أكثر ما هو بلد منتج. وهذه السياسة الاقتصادية هي سياسة متبعة لتدمير المجتمع وتدمير عرى إنتاجه، لأنه الصناعة وتطور الصناعة في أي بلد هي معيار من معايير التنمية الاجتماعية والصناعية والتقدم الصناعي. لاحظ نحن قبل الاحتلال كانت هناك سياسة من قبل الحكومة في العراق لحماية المنتج العراقي أولا، ولزيادة دعم القطاع الخاص في هذا الجانب، لكن الذي حصل هو تدمير عرى الاقتصاد بشكل منتظم. وأهم عنصر من عناصر ديمومة العمل الاقتصادي هو الإبقاء. نلاحظ أنه الفشل المتعمد في عدم توفير الطاقة الكهربائية التي هي العمود الفقري للصناعة في أي بلد في العالم، نلاحظ أنها تعمدت تأخيرها وأصبحت لا يمكن إنشاء معمل في العراق الآن، لأن لا يوجد طاقة كهربائية تضمن تشغيله. وبالتالي هذا هو الأسلوب الذي أحد الأساليب حقيقة، وهي أساليب عديدة جدا، إضافة إلى الفساد الإداري والمالي. وهناك فرق كبير ما بين سلم الرواتب ما بين الموظفي الدولة العراقية، خاصة في المجالات التخصصية وغيرها. نلاحظ هناك إسفاف كبير في تمام دكتور، سنأتي عند هذه النقطة دكتور، لكن اسمح لي أن أتحول إلى دكتور صباح. دكتور هلال تكلم عن المصانع وكيف تم إهمالها، وحتى الكهرباء يعني التقصير متعمد في عدم إرجاعها حتى لا تعمل المصانع. اليوم هناك مشكلة أخرى، الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يقول أن هناك 1 مليون شخص أو 1 مليون عامل من العمالة الأجنبية دخلت إلى العراق، في الوقت الذي تصل نسبة البطالة في العراق أكثر من 30%. كيف نفهم مثل هذه الموازنة، أن هناك شباب عاطل عن العمل، هناك خريجون بالآلاف بمئات الآلاف لا يجدون وظائف ولا مكان بالشركات والمصانع، وهناك 1 مليون شخص استقدم من دول أخرى حتى يحصل على فرص عمل بالعراق؟ حقيقة هنا تبدأ عملية سوق العمل الموجودة في العراق تحاول جهد الإمكان إبقاء العامل العراقي دون تدريب، هذا جانب خطير جدا، ويتجاوز عدد أو نسبة الشباب في القوى العاملة المجموع العراقي للعراقيين بشكل عام 37% من الشباب، ولكن الغير متعلمين تشكل نسبة كبيرة جدا، أكثر من 40% من القوى العاملة لاحظ هي غير متدربة. لا يعني هناك نقطة، هناك غير متعلمين وغير مؤهلين، لم يدخلون دورات ولا يشاركوا حتى في دورات الكمبيوتر أو التعلم مثل هذه المهارات. نعم، وهناك 9% من القوى العاملة العراقية تعمل في مستويات أقل من مهاراتهم. هذا جانب يشكل إنه عدم استثمار العقل العراقي في جوانب اختصاصات المختلفة، ولذلك نلاحظ الخريجين منذ سنين طويلة نلاحظ في حالة من حالات الاحتجاج والإضراب في جميع مراكز محافظات العراق وخاصة في بغداد. إذن هناك نسبة كبيرة جدا من غير المتدربين والذين لا يحملون شهادات متخصصة في جانب ما، إضافة إلى أن عامل الفساد في مؤسسات استثمار الشغيلة أو العمالة العراقية تحاول عمليات جذب قوى عاملة من الخارج ليس لتطوير الإنتاج، وإنما
الأغلبية الكبيرة منهم تعمل في جانب الخدمات، وهناك قوى معطلة في العراق، لا الدولة لا تعمل على تدريبهم وصولا إلى عملية إحلال مراكز جيدة في الأداء خصوصا في جانب الخدمات وغيرها، إضافة إلى وجود الخريجين المختصين. نعم. لاحظ خصوصا في مجال الصناعة النفطية، لاحظ هناك استثمار للقوى الأجنبية ارتباطا بما تريده وشروط الشركات الأجنبية. يعني لاحظ أن التعاقدات لوزارة النفط في عمليات الخدمة أو في عمليات الاستثمار للشركات الأجنبية لا تتمكن من فرض شروطها لأنها لا تمتلك النسبة العالية كما هو في التعاقدات الأخيرة مع شركة توتال التي حصت العراق في أو وزارة النفط في أربعة مشاريع عملاقة بتقدير حوالي 27 مليار دولار لم يتم البدء بها حاليا، ولكن العراق حصته لا تجاوز بحدود حوالي 37 أو 38% من عمليات الاستثمار في هذه المشاريع. نعم. طيب دكتور هلال، يعني لو نتحدث عن الطبقة الوسطى التي كان العمال والموظفون يشكلون الأساس منها، اليوم غياب فرص العمل، زيادة معدلات البطالة سحقت الطبقة الوسطى، ما هو مصير العمال اليوم في ضمن هذه الأوضاع التي يعيشونها؟ أنا تحدثت بأن هناك تعمد حقيقة في إهمال الطبقة الوسطى أو سحق الطبقة الوسطى، إن صح الكلام، بشكل تدريجي لكي تختفي هذه الطبقة ويصبح العراق معتمد كليا على ما يأتي من الخارج. لاحظ بالتدريج منذ 2003 نحن كانت لدينا صناعات قائمة، منها صناعات الشركات التابعة لوزارة الصناعة ولديها مصانع عملاقة ولديها آلاف العاملين، هذه تم الإيقاف العمل بها تدريجيا أو تعطيلها تدريجيا أو إخراج الحقيقة من الهدف، لا يوجد هدف صناعي للذين أتوا مع المحتل الأمريكي، الهدف الأساسي لهم هو تدمير مفاصل الاقتصاد والسيطرة عليه بشكل مباشر. لا ننسى أنه حتى عمليات التعيين والفرص العمل التي تعطى لغيرها، كما تقول الدكتور صباح بأنه نحن لدينا طبقة لديها خبرات، هذه الخبرات تم حقيقة ما استبعادها أو إبعادها بشكل متعمد أو إجبارها على ترك العمل حتى للسفر خارج العراق دكتور. نعم، هو احنا قلنا لاستبعاد الخبرات العراقية. مرت بعدة مراحل، منها الاستهداف المباشر الذي قام به المحتل الأمريكي والإيراني على مدى السنين السابقة، قلة الخبرات العراقية التي تمتلك الخبرات معظمها هجر إلى الخارج أو قتل أو استبعد أو إلى آخره. الجانب الثاني استخدام الحقيقة المحسوبية في التعيين في المراكز الحساسة، لا يوجد هناك مسؤول الكرسي يحتاجه، بالعكس هو يحتاج الكرسي، فبالتالي هذا لا يفكر في عملية التطوير، لأنه التخطيط السياسي أو القائمين على الأمور الاقتصادية بالعراق هم ليسوا متخصصون في التنمية والتطوير، ومن يمتلك هذا يبعد عن مجال عمله، لأنه الأهم هو كيف تحصل على المال الحرام بالسرقة والنسب التي تؤخذ حتى على العمالة. يلاحظ أن النقطة أثارها دكتور صباح هو أنه عندما نقوم بعقد استثمار مع شركات أجنبية كان العراق يفرض أنه تكون العمالة ويفرض شروطه على هذه الشركة، تكون الإدارة من حصة العراق. نعم صحيح. نعم. طيب اسمح لنا دكتور، فقط يعني نعتذر فقط لضيق الوقت دكتور صباح، اليوم أصبح هناك فرق كبير ما بين الطبقات التي تعيش في العراق، طبقة تمتلك كل شيء، من يمشي في شوارع العراق يرى سيارات بأرقى الموديلات وبيوت وقصور بمبالغ مهولة، وبالجانب الآخر ناس لا تمتلك قوت اليوم ولا تستطيع علاج أبنائها في المستشفيات. إلى أين يصل المجتمع مع هذا الفارق الطبقي الكبير؟ أحب أن أوضح نقطة مهمة تحدث عنها الدكتور ضيفكم الكريم. نعم. أن الطبقة الوسطى في العالم، في أي مجتمع بالعالم، هي الأساس
في تطور المجتمع والدولة بكل الاتجاهات. نعم. ذوبان الطبقة الوسطى يعطي مؤشر خطير جدا إلى تدهور المجتمع والدولة بالكامل. نعم. هذا 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 جوهر أساس، هي الجوهر الأساس في عمليات التفكير ووضع المشاريع والتخطيط وغيرها. بينما نلاحظ حاليا هناك ذوبان للطبقة الوسطى حقيقة بالعراق، وهذا يؤدي ذلك إلى عدم تمكن القوى التي تعمل على إدارة الدولة من وضع مشاريع حقيقية واستراتيجية والعمل على الوصول إلى الأهداف الأساسية، سواء في التنمية أو سواء في القضاء على الفقر، القضاء على البطالة، القضاء على كل أشكال الأزمات. ولكن التناقض الكبير حاليا بالعراق نتيجة للإثراء الكبير والفاحش للطبقة السياسية التي تعمل على إدارة الدولة، وما نلاحظه من عمليات الهدر والبذخ الكبيرة سواء في داخل العراق أو خارجه من عمليات الفساد المالي والإداري. نعم. والسرقة للإيرادات التي حقيقة أصبحت فلكية. نعم. فيما نلاحظه من بعد 2003 ولغاية اليوم، هذا سيشكل أيضا من المستقبل حراك شعبي في اعتقادي، ويعطي إمكانية. نعم. عملية التغيير التي ممكن أن تكون في العراق مستقبلا. شكرا لكم، نشكر ضيفينا من عمان الدكتور صباح علا والدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا على وجودكم معنا.